ما هذه احدى الاشكالات. حنا منذ 97 المستويات اللي كنقدموا دائما المستوى العالي، يعني ربما حالات قليله اللي ما عندهاش البكالوريا اللي كانت تليجو باسم فريق العداله والتنميه تليجو البرلمان. وكنا تقدمنا في 2007 تحديدا وفي 2009 اثناء سواء القانون ديال البرلمان ديال مجلس النواب او اثناء مناقشه الميثاق الجماعي، وكنا كنلحوا دائما ان هذه المهام الانتدابيه خصها واحد المستوى معين. وكنا حددنا قلنا ودي حنايا الشهاده الابتدائيه لبعض انواع الجامعات، البكالوريا لباقي الجامعات، مجالس العملات واحد المستوى التعليم عالي، وبالنسبه للجهات ما يمكنش يقل على الاجازه فما فوق، يعني ماستر ودكتوراه الى غير ذلك. وكانت حنا كنقولوا بالنسبه للبرلمان المهام اللي فيه تقتضي انه خصو يكون عنده مستوى معين، لان باش يحلل الميزانيه باش يدير التشريع باش، فاذا كيخصو يكون عنده مستوى جامعي، لا ما نقولوش تعليم عالي ولكن على الاقل مستوى جامعي. فهادو المطالب ديالنا. واليوم كنشوفوا للاسف الشديد، صحيح ان الوعي ما مرتبطش بالمستوى الدراسي، يمكن الانسان يكون واعي وفاهم ولكن ما يمكنلوش يحرر سؤال، ما يمكنش يحرر واحد تعديل، ما يمكنش يدير مقترح قانون، ما يمكنش يعني يحلل الميزانيه، لا ما كانش قاري. فلذلك ناسف بانه ما زال يصل الى مجلس النواب يعني هذه الفئه اللي للاسف الشديد هناك فئات كثيره اللي هي يمكن لا تعطيها على راسها الشباب. اليوم الشباب مع الاسف وقع واحد التراجع في الاختيارات ديالهم، وخدرنا يعني بقى واحد الاجراء بسيط جدا على مستوى ديال الجهات ديال الدائره الجهويه، ولكن منين تحرمنا من اللائحه الجهويه ديال 30 واحد بعد دستور 2011 درناها المره الثانيه، ولكن حذفها بهذه الطريقه تمكين النساء مزيان يكون، والزياده في عددهم مزيان يكون، النسبه خاصها ترتفع ديال النساء، ولكن الشباب دورهم مهم جدا نظرا لهذا الشيء اللي كنهضروا عليه، لانه ما تلقى الشاب ما عندوش بكالوريا، ما تلقى الشاب ما عندوش اجازه، ما تلقى الشاب ما خرج، وكتلقى شاب اللي هو واعي وعنده يعني كل الادوات لكي يساهم مساهمه فعليه في مجلس النواب. بالتاكيد، لان اي واحد كيكون يعني عنده مستوى معين سيكون مفيدا والعكس صحيح. فلذلك زعما ناسف بانه هذا سيؤثر، صحيح النسبة الآن ضئيلة ولكن يؤثر على المستوى ديال الأداء البرلماني، سواء في التشريع أو في الرقابة، حتى في الرقابة، لأنه حنا لاحظنا، أنتم لاحظتوا هذا الشيء كيمس بالصورة ديال مجلس النواب، يعني بعض النواب يتهجون في قراءة السؤال الكتابي أو في كيجيب كاع التعقيب وكيقراه فضلا على التشريع، يعني ما يمكنش يقدم مقترح قانون، بالتأكيد ما يمكنش يقدم يعني تعديل متكامل، بالتأكيد لأنه خصو يقرا نصوص كثيرة باش يقدم تعديل واحد في القانون المالية. القانون المالي راه ماشي كتمشي تقرا الضرائب وتقرا يعني الجمارك ولا الخزينه وتجي، لا راك خصك تكون ملم بعدد من القوانين باش تجي دير واحد التعديل في المستوى. لذلك مع الاسف يؤثر تاثيرا يعني على 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 مستوى التشريع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.